حوارات كتير جدا على إزالة توقيت الصلاة ومواقيت الصلاة في بحث جوجل. تعال كده نجرب في المساعد الشخصي معايا كده جوجل، ونقول له ازيك يا جوجل، اخبارك ايه النهاردة كده، وعايزك في حاجة مهمة جدا. أهلا بك، يسعدني التحدث معك. أنا بخير تماما، شكرا على سؤالك. بالتأكيد أنا مستعد لمساعدتك في أي شيء تريده. ما هي هذه المهمة الهامة التي يمكنني مساعدتك فيها؟ يمكنني مساعدتك في العديد من الأشياء مثل البحث عن معلومات. تمام يا جوجل، عارف ان انت جامد جدا يعني، بس بقول لحضرتك دلوقتي في ناس كتير بتقول ان تم ازالة مواقيت الصلاة في بحث جوجل وكمان خدمات المساعد. هل الموضوع ده صحيح؟ عشان بس نحل المشكلة دي، والناس زعلانة جدا من جوجل ومن شركة جوجل بسبب الموضوع ده. بالتأكيد سأساعدك في هذا الشأن، بشأن إزالة مواقيت الصلاة من بحث جوجل وخدمات المساعد. تلقيت العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع مؤخرا. الخبر صحيح جزئيا. هناك بعض التغييرات التي طرأت على طريقة عرض نتائج البحث عن مواقيت الصلاة في جوجل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة إزالتها بشكل كامل. ما هي الأسباب المحتملة لهذه التغييرات؟ تحديثات الخوارزميات. تقوم جوجل بتحديث خوارزميات. تمام تمام جوجل، مش عايز تفاصيل كتير جدا. انا هسألك دلوقتي مواقيت الصلاة في مصر بعد اذنك في مدينة بورسعيد. بالتأكيد يا صديقي، يسعدني ان اساعدك في ذلك. مواقيت الصلاة في بورسعيد مصر تتغير يوميا بناء على حركة الشمس، لذلك أنصحك باستخدام أحد التطبيقات المخصصة لمواقيت الصلاة. أو يا جوجل، أنا مش عايز جوجل المصري اللي بيقعد يحور، أنا عايز أسألك مواقيت الصلاة في مصر النهاردة إيه؟ زي ما الناس بتقول إن تم إلغاء مواقيت الصلاة، مثلا تقول لي مواقيت الصلاة في بورسعيد الصبح الساعة كذا، الظهر الساعة كذا، فبعد إذنك مش عايز التحوير اللي أنت بتحوره ده. بخصوص مواقيت الصلاة في بورسعيد مصر، كما ذكرت سابقا مواقيت الصلاة تتغير يوميا حسب حركة الشمس، ولا يمكنني تقديم معلومات دقيقة في الوقت الحالي دون تحديث البيانات. أنصحك بشدة باستخدام أحد التطبيقات أو المواقع المخصصة. شكرا يا جوجل، انت محلتش المشكلة، وفعلا تم إلغاء اللي هي مواقيت الصلاة في بحث جوجل، وده حاجة وحشة جدا وكان بيساعد ناس كتيرة جدا. معلش يا جوجل، مش هسمع لك تاني، ومع السلامة بقى عشان اتخنقت منك. أتفهم شعورك تماما يا صديقي. إن إزالة ميزة البحث عن مواقيت الصلاة من جوجل أمر محبط حقا، خاصة وأنها كانت خدمة مفيدة لكثير من الناس. أود أن أؤكد لك أن هذا القرار لم يكن مقصودا لإزعاج المستخدمين. قد يكون هناك أسباب تقنية. تمام يا جوجل كده، شكرا كده، عرفنا ان تم الغاء بحث جوجل. نطلع كده بقى يا جماعه، فعلا يا جماعه تم الغاء مواقيت الصلاه في بحث جوجل، ومش عارف هما يلغوها ليه، وكانت مفيده جدا، كانت مفيده جدا لكثير من المستخدمين. واتمنى ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.